السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم خير ان شاء الله. طبعا اليوم حبيت انويكم على شغله بسيطه وشغله صغيره، اللي هي جاي هي الباقي اللي تعبون بها، كلش تعبون بها، اللي هي شلع النمنم، يعني من الكفه او يعرضك بالفصال او غيرها. هذا شوفوه اللي هو اللولو، روحوا له هذا اللولو. راح اعلمكم على طريقته. اذا شلعه هيك شيء راح ينشق، بس باعوا مثلا هسه هاي اللؤلؤة، باعوا ابرة هاي الخشنة اللي هي مال ندافة، هاك بيها ثقب صغير تخليها باوح وبهالطريقة. هاي باعوا لها، انفتحت، تقدر هاي اللؤلؤة هيجي تطلعها بكل سهولة. ها باعوا احسن ما سحبه هيجي وينشق بهاي الابرة، وتبقى تفتح بين وحدة وبرا الاخ على مود تكون طريقة اسهل وما تنشق القلب. يا بعرس هاي بدون ما شقت هاي اللولو مالتها. بس لا تطلبوا منكم الاشتراك بالقناة، قناة أمجد خياط، اللي هي مخلي عليها صورة، نفس الصورة مال الصفحة مخليها عليها. تحياتي لكم يا رب، وإن شاء الله تستفادون من هاي الفقرة البسيطة في أمان الله.